متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية والتي نتحدث بها عن أحوال الطقس خلال هذا الأسبوع، ونبدأ طبعا بالأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة عموما حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، مع أجواء مستقرة في العديد من المناطق، وذلك بسبب تمركز مرتفع جوي بالقرب من المملكة. ترتفع درجات الحرارة تسجل ما بين 14 إلى 16 درجة مئوية في المدن الرئيسية الشمالية والوسطى، وتكون 13 درجة مئوية فوق جبال الشرات، تنخفض إلى ساعات ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية، تكون 14 درجة مئوية في البادية الجنوبية و15 درجة مئوية في البادية الشرقية، مع ظهور لبعض الغيوم المنخفضة، في حين تكون في خليج العقبة في ساعات النهار 23 درجة مئوية في ساعات النهار و14 درجة مئوية في ساعات الليل. يوم الاثنين لا تغيير كبير يذكر على الأجواء، تكون الأجواء مستقرة في عموم مناطق هناك، مشمسة في غالب الأوقات مع هبوب أحيانا لبعض الرياح الجنوبية الشرقية التي تنشط على فترات سواء يومي الأحد أو الاثنين، والتي تزيد من الإحساس بالبرودة، ويتوقع أن تبقى درجات حرارة حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، مع أجواء مشمسة لكنها باردة نسبيا في ساعات النهار وباردة في ساعات الليل. يوم الثلاثاء أيضا ارتفاع قليل على درجات الحرارة، تصبح درجات حرارة بذلك أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، الأجواء تبقى مستقرة ومشمسة في عموم المناطق، وتكون باردة نسبيا في ساعات النهار، تميل الدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة في ساعات النهار، لكنها تكون في ساعات الليل باردة في أغلب مناطق المملكة. أما يوم الأربعاء فمن المتوقع تجدد بعض، هناك مؤشرات تجدد بعض فرص الأمطار بمشيئة الله تعالى، حيث يقترب من المنطقة منخفضا جويا، يتوقع أن يطرأ انخفاض في البداية على درجات حرارة في ساعات النهار، وتتهيأ الفرص مع ساعات الليل لأن تهطل بعض الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة التي تمتد مع ساعات فجر الخميس إلى المناطق الوسطى. وكما نلاحظ هناك انخفاض لافت على درجات الحرارة في أغلب المناطق، تصبح وتعود بذلك حول معدلاتها المعتادة، مع أجواء باردة نسبيا في ساعات النهار لكنها تكون باردة في ساعات الليل، وربما يتشكل الصقيع في بعض مناطق البادية والمرتفعات الجبلية العالية الجنوبية. ويوم الخميس يتوقع أن تتأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي أو الامتداد لهذا المنخفض الجوي الذي لم يصنف بعد، هناك توقعات بهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى في مناطق شمال ووسط المملكة وبعض جبال الشرار، بالإضافة للمناطق الشرقية، وسط أجواء باردة بوجه عام في ساعات النهار في عموم المناطق، وتكون درجات حرارة مثلا على سبيل المثال في العاصمة عمان 11 درجة مئوية، في إربد 14، في جبال الشرار 10 درجات مئوية، تنخفض في خليج العقبة نهارا إلى 20 درجة مئوية، في البادية الجنوبية 11 درجة مئوية، وفي البادية الشرقية 14 درجة مئوية. في ساعات الليل أيضا تنخفض درجات حرارة بشكل واضح بمشيئة الله تعالى. يوم الجمعة القادم يتوقع أن يستقر الطقس، لكن مع انخفاض ملموس وكبير جدا على درجات الحرارة الليلية، فكما نلاحظ بأن مناطق مختلفة من المملكة ربما تسجل بها درجات حرارة قريب من 5 درجات في جبال الشرار، 3 درجات في البادية الجنوبية، درجة مئوية واحدة فقط في البادية الشرقية، وتكون 6 درجات ليلا في العاصمة عمان، وحتى في ساعة النهار تكون درجات الحرارة أقل بقليل من معدلاتها المعتادة. الطقس يكون بارد بوجه عام مع ظهور لكميات من السحب والغيوم سواء في ساعات النهار والليل، ويكون شديد البرودة في ساعات الليل في مناطق البادية ومناطق السهول الشرقية وجبال الشرار، بالإضافة إلى أنه يتوقع تشكل الصقيع في ساعات تلك الليلة إن ثبتت طبعا هذه التوقعات. ندعوكم دائما في طقس العرب إلى متابعتنا ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة، إما عبر تحميلكم تطبيق طقس العرب أو زيارتكم للموقع الإلكتروني arabiaweather.com، أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم دائما كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. أتمنى لكم أسبوعا موفقا، دمتم بخير، إلى اللقاء.